عبر الهاتف من مدريد ينضم لنا الكاتب الصحفي عدنان الأيوبي. سيد عدنان مساء الخير، أهلا بك معنا. الانفصاليون يتوجهون إذن مع أنصار الوحدة في إسبانيا من خلال هذه الانتخابات، ما الأصداء حتى الآن؟ حتى الآن يعني عملية الاقتراع والانتخابات تسير بشكل اعتيادي، لا توجد هناك أحداث خطيرة من أن تجدر الإشارة إليها. على أي حال هذه الانتخابات هي حاسمة وتجري هذا اليوم لتقرر مصير البرلمان المحلي لإقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا، والذي هو بدوره ينتخب الحكومة المحلية القادمة التي ستدير شؤون الإقليم إقليم كتالونيا خلال السنوات الأربع القادمة. طيب، هل من المتوقع ربما أن تحل هذه الانتخابات من الأزمة التي تمر بها البلاد، الأزمة السياسية؟ لا شك بأنها ستخفف من الأزمة السياسية. على كل ما يعني الوضع الذي عاشه إقليم كتالونيا وبالتالي إسبانيا، الدولة الإسبانية بكاملها، كان درسا جيدا لكافة الأطراف، كان ذلك للقوميين الكتلان والانفصاليين الكتلان من جهة، أو للحكومة المركزية وأنصارها من جهة أخرى. يعني لا يمكن اتخاذ مواقف والإسراع بها وحرق مراحل بهذه السرعة التي انعكست سلبا خلال الأشهر الأخيرة على اقتصاد إقليم كتالونيا وعلى اقتصاد الدولة الإسبانية وعلى المجتمع الإسباني والمجتمع الكتالاني بالتالي. نعم، طيب المتوقع فيما يخص الأحزاب سواء المؤيدة للانفصال أو المعارضة، يعني الاستطلاعات إلى حد الآن، من من الأحزاب التي من المتوقع أن تفوز، أو النتائج كيف يمكن أن تكون؟ يعني زميلتي، هو القانون الإسباني يمنع إجراء استطلاعات اليوم أو الأمس. الاستطلاعات التي تمت قبل أيام تشير إلى تعادل، يعني التعادل بين الطرفين، بين القوى الاستقلالية الانفصالية من جهة والقوى المؤيدة للبقاء في إسبانيا من جهة أخرى. من مجموع 135 نائب لأعضاء مجلس النواب البرلمان المحلي لإقليم كتالونيا، يعني الحكومة القادمة بحاجة إلى نصف زائد واحد في الاقتراع الأول في البرلمان، ومن ثم الغالبية النسبية. لكن لنرى، هذه هي استطلاعات الرأي، وعادة ما تخطئ استطلاعات الرأي. طيب مثلا إذا ما كانت مصيبة استطلاعات الرأي أو ما أصابت وكانت نتائج فعلا متعادلة أو متقاربة جدا، ماذا يعني ذلك؟ كيف يمكن أن يغير من مجريات الأحداث؟ هذا يعني أنه ستوجد صعوبة لأن يختار البرلمان الكتالاني المحلي الحكومة المحلية القادمة، وبالتالي إذا لم يتم اختيار حكومة محلية في خلال شهرين قادمين، فرئيس الوزراء الإسباني هنا في مدريد راخوي يحق له دستوريا بإلغاء البرلمان، هذا البرلمان الذي يتم انتخابه اليوم، وأيضا الدعوة لانتخابات برلمانية ثانية. لكن طبعا الناس بيتعبوا كثير خلال فترة 3 سنوات أو 4 سنوات، تتم انتخابات 3 مرات إلى آخره في نفس الإقليم، إضافة للانتخابات الإسبانية العامة، إضافة للانتخابات البرلمان الأوروبي. كل هذه الأمور يعني المواطن يتعب منها كل سنة، يعني يتوجه إلى صديقه أخرى. فهذه الأمور لا نتركها يعني عشان يكون الجواب دقيق أكثر للأيام أو الأسابيع القادمة. شكرا لك على هذه المداخلة معنا من مدريد، الكاتب الصحفي عدنان الأيوبي، كنت معنا عبر الهاتف.